السلام عليكم. صباح الخير. اليوم إن شاء الله عندنا محاضرة وهي جلسة تدريبية لموضوع مهم. الموضوع هذا هو القرار الأخلاقي، وتحديدا راح نحكي عن هذا الموضوع بالعمل الأكاديمي أو ما يقصد به الجامعات. أكو خطوات معينة ممكن واحد يتخذها حتى يتخذ القرار الأخلاقي الصحيح. فهذه الحقيبة اللي أمامكم هي متكونة من أهداف وفئة مستهدفة والمكان وتفاصيل أخرى. والمكان هنا في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحضراتكم متدربين جدد تريدون تاخذون طرائق، دورة طرائق التدريس المدمج. المدة ما تجلسها حتكون 30 دقيقة، راح يتخللها مجموعة من الأنشطة، بعضها حتكون تفاعلية، بعضها حتكون إلكترونية، بعضها راح تكون من خلال جروبات مناقشة بيناتكم. ناخذ فكرة عن الأساليب والتدريبية المستخدمة بالحقيبة. الأساليب والأنشطة اللي راح نستخدمها بالحقيبة التدريبية، نستخدم أسلوب استراتيجية التعليم والتعلم من خلال المحاضرة والتعلم التعاوني والعصف الذهني. وطريقتنا هي طريقة المناقشة، والمناقشة تكون عن طريق مناقشة جماعية بيناتكم. الهدف العام نعرف كليتنا أن كل حقيبة تدريبية لها هدف عام، فاللي يتوقع انه الهدف العام من هذه الجلسة بانه راح تكون عندكم مهارة تكتسبوها. هاي المهارة عن موضوع هو كيفية اتخاذ القرار الاخلاقي، وراح تتمكنون من فهم وتعريف وامكانيتكم لتعريف وتحديد الخطوات والاساليب الخاصة بالقرار الاخلاقي. بالنسبة للاهداف السلوكية، كل حقيبة تتكون من الأهداف العامة مع الأهداف السلوكية. فالأهداف السلوكية راح تكون بنهاية هاي الجلسة، المفهوم نفسه من القرار الأخلاقي راح يتجدد عندكم، وعندكم راح تشرحون الخطوات، وراح تبينون ما هي العوامل اللي ممكن أن تتأثر وتأثر على القرار الأخلاقي. نجي نحكيكم عن قصة سامر. سامر في يوم من الأيام، طبعاً القصة هذه هي قصة مؤثرة ولها علاقة بموضوع القرار الأخلاقي. سامر في يوم من الأيام مشى في طريق ولقى جزدان بيخوش فلوس، شال جزدان بيده وظل بإيده ووقف وقفة يتخذ بيها قرار، يأخذ الجزدان ويمشي ويستفاد من الفلوس، لو يعلن عن هذا الجزدان ويدور على صاحب الجزدان. موقف ممكن تتعرضوا له أنتم وبأي مكان وبأي زمان. فهسه أبي عندكم ثانيتين تفكر، راح تعلن عن الجزدان لو راح تمشي تخل دونس وتأخذ وياك. طيب من واحد من الموقفية، اتذكر سامر مقولة والدته، والدته دائما كانت تقول القرار الأخلاقي دائما هو اللي تسويه لما ما حد يشوفك، لما الأكو قرار ما حد يشوفك وانت بس ضميرك يأنبك، لو ما يأنبك على هذا الموضوع هو هذا القرار يسموه قرار أخلاقي. وفعلا نتذكر هذه الجملة من والدته، أعلن عن هذا الجزدان وطلع الجزدان لواحد رايح لزوجته، زوجته مريضة بيودي يعني أدوية وجزدان ضاع، فهو من ودى الأدوية لزوجته اللي داخلة كانت عملية أنقذ حياة زوجة صاحب الجزدان. فشوف من أنت تكون مو بس أيضا يعني لاقي جزدان ومرجع الصاحبة ومتخذ القرار الصحيح وضميرك ما يألمك، لأنما أنقذت حياة شخص كان محتاج إلى أنه يشتري له دواء حتى يدخل العملية. فشوف تأثير وبعد القرار الأخلاقي. طيب خلينا
بس نستمر بسرد المحاضرة وناخذ انه فكرة عن المحاور الرئيسية راح نحكيها بالجلسة التدريبية، راح تكون عن القرار الأخلاقي والخطوات وشنو العوامل، ونشرح شيء من البيئة الأكاديمية اللي نحن نشتغل كليتنا ببيئة أكاديمية، وبعضكم طلاب دراسات وبعضكم طلاب الأولية، إذا الفئات متنوعة. بالنسبة لي الصورة أمامكم فتاة هي في طريق، الجانب اللي بين اللون الأسود من الإشارة الحمراء هو الجانب القرار الخاطئ، والجانب اللي هي الصح واللون الأبيض هو القرار الصائب. في هذه الصورة الشخص يوقف في منطقة تلاحظ ظهرها شنو؟ تدرجات اللون الرصاصي، وكأنه هي يسموها المنطقة المضببة. انتوا كلكم حاسبات موعدكم بالفيزيولوجيك، هي منطقة يسموها المنطقة المضببة. هي شلون تعرفين المنطقة المضببة اللي لطفي زادة عرف لنا اياها؟ عرف لنا على هي المنطقة اللي هي ما بين الخطأ والصح، ما بين الترو والفولس. فهذه المنطقة بها كل السيناريوهات وكل الاحتمالات. فبالضبط هنا القرار الأخلاقي راح يوضع الفرد في موقف، في موقف إلى أن يختار ما بين المنطقتين، هي في منطقة تسمى بالمضببة أو القرار المضبب. طيب لما نشوف إحنا أكو فد نشاط لكم. وهذا النشاط اللي أترجع من خلال موبايلاتكم تمسحون هذا الكود. راح يظهر لكم فورمة، جوجل فورمة، وأيدك تكتب لي سطرين سطرين أنت رأيك أو تعريفك لهذا المفهوم، شو هو مفهوم القرار الأخلاقي من خلال ما استعرضناه الآن من باوربوينت ومن قصة مؤثرة ومن كلامي. اكتب لي فد مفهوم عن القرار الأخلاقي. شكرا جزيلا. نتوجه إلى تعريف عام. التعريف الخاص بالقرار الأخلاقي هو كل المبادئ، كل القيم، هذه القيم اللي تميز الخطأ عن الصح، هو هذا تعريف القرار بكل بساطة. بكل بساطة أنه أن تتخذ هذا القرار يعني يأخذ بهذا الاعتبار ما هي تأثيرات القرار على الآخرين، وكيف تراعي هالمسألة لأنها تؤثر على المجتمع. بهالشكل لازم نعرف إحنا شنو الفرق ما بين الأخلاق والأخلاقيات. قبل ما استعرض، قبل ما تقرون من السلايد، من يحب يشارك؟ من يقول لي شنو الفرق ما بين الاخلاق والاخلاقيات؟ الاخلاق هي سلوكيات الفرد الواحد. احسنت، الاخلاق هي الفرد نفسه شو تكون سلوكياته. قصة سامر حكينا عنها قبل شوية، سامر كان عنده اخلاق ذو صفات جيدة، وهي واحدة من يتحلمنا انه كان عنده ضمير، واجا اخذ الجزمان سلم الصاحبة. ما من الاخلاقيات، ما المقصود بالاخلاقيات؟ الاخلاقيات هي الصورة العامة للفرد، الصورة اها. اذا هي مجموعة المبادئ والقواعد، مثلا على سبيل المثال من اللي احنا نقول اخلاقيات منة التعليم، هي إذا الأخلاقيات المؤسسة نفسها راح تقوم بعملية شنو؟ عملية اتباع هذه القواعد وهذه التعليمات. إذا هل أكو فروقات؟ هل نسأل سؤال، هل هناك تداخل ما بينهما؟ ما بين الأخلاق والأخلاقيات؟ نعم. إذا ما طول أكو فروقات، نبحث دائما عن ما هي التداخلات ما بين الأخلاق والأخلاقيات. فالأخلاق على سبيل المثال أو الأخلاقيات بالحقيقة استعداد معايير الأخلاقيات في المؤسسة راح تعتمد على الفرد اللي راح يلقي نفسه أنه مجبر على شنو التوفيق ما بين أخلاقيات الشخصية وما بين المعايير اللي خاصة بالأخلاقيات المهنة. فهذا التداخل يجب أن ندرك أنه من الأهمية، بحيث أنه الموقف اللي قد يجبر عليه الفرد في مؤسسة أنه ممكن أن يختار قرار، وهذا القرار لابد أن يكون صائب، لكن صائب لمن؟ صائب للقضية نفسها، صائب للحالة، للموقف نفسه. طيب
خلونا نشوف المبادئ الأخلاقية، المبادئ الأخلاقية لتحليل القرار الأخلاقي. ليش نقول إحنا أكو لازم نتبع مبادئ معينة حتى نحقق القرار الأخلاقي؟ بدون هذه المبادئ ما تتحقق عندنا، لا يتحقق عندنا موضوع يعني اتخاذ القرار الصائب. مثلا واحدة من الأمور العدالة، العدالة يعني أنا من أجي أنطي إلى طالب أنطيه 5 درجات زائدة. أجت من اليوم حكى وياي قال لي قمعني، قال لي أنا عندي حالة والدتي إلى آخره بيتي ظرف ما أدري شنو، فانطيته 5 درجات زائدة. أما البقية ما شمتهم بهذا الموضوع، هل تحققت العدالة؟ هل هذا المبدأ الأخلاقي من تحليل القرار الأخلاقي تحقق؟ طيب ماذا يمكن أنه بهيك حالة بهيك موقف أنه الأستاذ يسوي بهيك حالة لما يساعد محمد؟ لازم شو يسوي برأيك؟ يطرح سؤال يجاوب عليك الكل. الكل أحسنتي. أما يسوي مثلا امتحان إضافي شامل للكل وترتفع بالمعدل، بعد ممكن يسوي كيرف. الكيرف ممكن أنه من مثل ما زود محمد يزود البقية. فالموضوع يعتمد على موضوع أول مبدأ اللي هو العدالة، النية. النية الأستاذ إذا أنت صافية، الطالب إذا أنت صافية، مو يسوي تشيتينج، مو يسوي مثلا فيك، لا يعني نية صافية. أستاذ أنا بصراحة أقول لك يا هالبارحة ما قلت، كان عندي ضيف الأول، فممكن شلون يعني نوصل إلى فد نقطة. هاي الصراحة النية يعني بتوفر النية الصائبة راح تحقق أنه أنا من أتخذ قرار يكون قرار أخلاقي. بعدها اللي هو الواجب. الواجب هنا لازم هاي الالتزامات الأخلاقية، لازم أني أسوي هاي الشغلة. بمعنى شفت أنت طلعت من القاعة، شفت زميلك دوغش، طلعت أنت من القاعة بس أنت لمحت صديقك اللي دوغش، الأستاذ الواقف المراقب من يشوف هذاك زميلك دوغش؟ هل من الواجب أن تبلغ عن صديقك؟ هل من شوفوا سؤال بائر، واحد من الطلبة قال إيه، واحد من الطلبة قال لا. هل إنه الواجب الأخلاقي، واجب الأخلاقي وهو مبدأ المبادئ الأخلاقية، ولازم هاللحظة تتخذ قرار؟ أنت عبرت الباب ولازم تتخذ القرار الأخلاقي. هل إنه ألتفت وأخبر الأستاذ بأنه زميلي غش، لو أنا أغلس وما ما أنتبه لهذه الحالة وأتجه إلى حياتي وخلي هو ما طول توفق، خلي هو توفق وما أشوف إلا هذا الطالب صار هو الأول وتعين؟ شوف هاي العوامل يعني تأثيرات هذا القرار الأخلاقي، هو صار الأول بعد نجاحاته ابن غش، وهو صار عنده تعيين وانت بتدور على الشغل. بتلاحظ أبعاد الموضوع. فأكو قرارات أخلاقية تتخذ لأنه هي صار خرق في المبادئ الموجودة الأساسية ولها تبعات. طيب نجي إلى النتائج. شو النتائج أنا أتوقعها من هذا القرار؟ بالضبط قلت لكم إياه. النتيجة هسه بأنه هذا الأستاذ اللي صار شنو؟ هذا الأستاذ من مشافة الطالب دوغش تبعات النتائج بأنه هذا الطالب أخذ درجة زينة وهو ما يستحقها. طيب نجي على الاحترام. الاحترام شوفوا خلوه مبدأ من مبادئ القرار الأخلاقي. ليش؟ لأنه بعض التصرفات قد يكون تخرج عن إطار الاحترام فتسلك مسلك آخر. فأنت من عندك قضية أخلاقية يجب أن يكون أساسها الاحترام. احترم تحترم. أنت تأخذ قرار بخلف بالإقناع بأسلوبك باحترامك المقابل رح يصير أنت عندك القرار الأخلاقي الصائب، حتى وإن كان ب يعني خلينا نقول الطرف المقابل يعني هو ما مقتنع بهذا الشيء، بس هي وفق التعليمات. لا وفق التعليمات انت ماشي مشي صحيحة. طيب خلينا نتوجه الى تعريف عام الى القرار الاخلاقي في المؤسسة، لانه هو شيء يتطلب الالتزام بشنو؟ نزاهة، مسؤولية، شفافية. ليش؟ حتى نضمن القرار اللي هو المتخذ زين الأخلاقي. على سبيل المثال واحدة من الأعمال اللي طبها من عندكم اللي هي مشاريع رابع، على سبيل المثال تشوف أكو ناس تعتمد على كودينج من الـ AI وتقع في مطب أنه هذا مو جهده، صح؟ مو
ممكن نستعين، لكن انت بصمتك وين؟ انت تفكيرك وين؟ انت بالضبط اخذت شيء من الانترنت وانت هذا ما انت اللي مؤدي. اذا هذا قرار اخلاقي لازم تتجنب انه تسوي نوع من الخروقات. طيب اذا حقوق في الملكيه الفكريه حصلت جي بي تي مو حصل الاي اي، بس ما تصير الى انتوا يعني انت على شغلك تقول. طيب بهالشكل ادي جوانب بالقرار الاخلاقي اللي هي حكينا عنها قبل شويه، ذكرنا النزاهه انه اعترف بحقوق الملكيه الفكريه للاخرين، الشفافيه والمسؤوليه، التفكير النقدي والبحث الحر. لما اجي انا اسوي بحث او مشروع التخرج على سبيل المثال، ما اضير ان اقول هذا جهد البحث الفلاني او عمل مشاريع تخرج السنه الماضيه من قبل محمد جاسم، وانا الجزء اللي كملت عليه جيت كملت بهذا الجزء، لا غير. انت هسه ما مسوي انه جايب شغل محمد، وانما ذاكر محمد لين وصل وانت كملت على شغله، فهذا الشيء يعتبر اخلاقي. اما بغير هذا السلوك تاخذ جهد محمد وتخليه، فهذا يعتبر جانب غير اخلاقي. طيب خطوات اتخاذ القرار الاخلاقي، بمعنى هذه الخطوات تتابعية تسلسلية، يعني ما ممكن تكون خطوة قبل خطوة. فخلي مع نشاط ما بيناتنا تفاعلي نذكر هذه الخطوات. اول خطوة بشوفها اسلامية شنو هي؟ التعرف على المشكلة. التعرف على المشكلة هذا جزء اساسي. ليش؟ لانه بهالطريقة هذا انت شو راح تسوي؟ راح تحدد بالضبط الاطار الامن اللي لازم تتحرك من خلاله. على سبيل المثال ننطق قضيه الغش. طالب غش بالقاعه، شو هي المشكله الاساسيه؟ الغش نفسه، عمليه الغش نفسها هي المشكله. طيب يعني مشكلتي مو الطالب، مشكلتي مو الاستاذ، مشكلتي وانما هي البروسس نفسها، هي الغش هي عندي مشكله. بعد ما حددتها اخذ الخطوه الثانيه، اجمع كافه المعلومات عن حاله اللي هي شنو هي؟ الغش. كيف تم الغش؟ من الغش؟ هل الغش كان اكو مشترك ام هو فردي؟ طريقه الغش بتلاحظ شلون؟ هل ساعد هذا يعني هذا الشخص ساعد احد؟ احد ساعد؟ يعني كل المعلومات عن الحاله عن المشكله اللي انا واقعه فيها هذا الموقف فيها لازم شو اسوي؟ احدد اجمع المعلومات. بعد ما احدد المجموعه المعلومات شو اسوي انا هسه؟ تحديد القيم والمبادئ. اها اشوف انه ايش راح اسوي؟ يعني انا هسه بقرار انه يعني يخالف هذا خطيه راح ينفصل ويخسر سنه اهو. يعني انت تلاحظ شلون عندك صراع داخلي، لو امشي عليه التعليمات هو غش يجب ان يتعاقب. حاله حال اي شخص غش، شو اسوي انا بهيج حال؟ تلاحظ هاي الاسئله اللي تصير بالموقفيه، الموقفيه تحددك بهذا الشكل. فان شاء الله كلكم ان شاء الله تدرسين الصدر، فراح تقعون بنفس المطب، مطب المضبب اللي هو انت يجب ان تختار الصح اللي هو العلامة البيضاء اللي كان بالصورة او اللون الابيض او الصح، ويجب ان تكون بهذه المنطقة. ما توقع انت في حفرة او فجوة المنطقة المضببة. خلونا ناخذ العفو بقية الخطوات، وبقية الخطوات هي انه احلل شنو الاحتمالات الموجودة انه بس ينفصل هالسنة، بعد انه اذا كان امتحان شهري مو امتحان نهائي ممكن احرمه او اقل من درجته او اعطيه عقوبه معينه، عقوبه واحده تكفي كتنبيه انه هذا الطالب خالف قرار اخلاقي او موضوع اخلاقي، وبالاخير انفذ هذا القرار، انفذ هذا القرار. نجي نشوف شو العوامل اللي تاثر على اتخاذ القرار الاخلاقي. اكو عوامل تاثر؟ طيب اكو هسه بدي يعني الواضح امامنا انه اذا عندي معايير شخصيه، قيمي، معتقداتي الشخصيه، مبادئي، حتاثر على القرار الاخلاقي. مو هنا احنا من عرضنا موضوع اثنين موجودين في نفس القاعه كل واحد ابدا راي اخر، واكو البقيه ارائهم بانه سكتوا، فانا عندي تنوع بالاراء، اكو من ايد، اكو من رفض، واكو من ما علق. ليش؟ انه ما علقوا هم وين؟ بالمنطقة المضببة. احسنتم، المعايير المؤسسية. انت هسه من بتقول لك لازم الدوام يكون الساعة 9:30، 9
تقدر بكيفك تجي الساعة 12 وتداوم؟ اوكي، لكن ايش راح تخسر؟ المحاضرة نفسها. ايش المحاضرة؟ هي حسب المعايير، انه اكو جدول تجي 9:30 تستلم انت شنو؟ داورات وتحضر في جلسة وصف وتكمل المحاضرة وتنتقل الى المادة اللي بعدها. لكن اذا انت داومت بكيفك، اذا انت مو ضمن المعايير المؤسسية، البيئة الثقافية الاجتماعية حتأثر. انت هاي الاشياء والامور، السياق الاجتماعي والثقافي اللي انت تعمل في مؤسسة مثل اليو اي تي سي راح تحددك بمجموعة انشطة معينة، بمجموعة مواعيد معينة، بحضورك لجلسات معينة. هسه انتم اليوم ما كنتوا متوقعين تحضرون هاي الجلسة، مو صحيح؟ لكن صار عندكم هذا النشاط، تمام. والتأثير الخارجي يؤدي العواطف والضغط النفسي. هاي العواطف والضغط النفسي لما انت شنو تكون في مكان مثلا، اوكي هاي بنية بيتشت، من بيتشت لبنية اهو، يعني هاي شاف تأثير العاطفة خطية، وما شنو احنا بنات نبكي اصلا نبكي لان هذي عاطفتنا. فممكن يكون انه الموضوع ممكن تسامح يصير اكثر للجانب يعني الطالبات، لكن هنا هذا العامل المؤثر راح يأثر في اتخاذ قرار أخلاقي. لذلك يجب أن يكون المتخذ القرار، متخذ القرار على دراية بأنه العوامل المؤثرة واحدة منها العاطفة، يجب أنه من ينساق نحو عاطفة، يكون عقلاني، يكون عادل. يقول العدالة إن أول مبادئ القرار هي العدالة، لازم نحقق العدالة، وكان هي أول مبدأ. بهالشكل هذا وصلنا الى نشاط. اتمنى انه تفتحون موبايلاتكم على هذا النشاط، وانتم كطلاب وتدريسيين اذا امكن بعض القرارات الاخلاقيه اللي اتخذتوها بمكان مكانكم بدوركم كطالب كاستاذ كطالب دراسات عليا. شنو في الموقف واحد صار عندك موقف، هذا الموقف هو اعتبار أن تحدي مريت به وأنت اتخذت به قرار، سطر مو أكثر تكتب لي. ممتاز ممتاز. هذه الأنشطة طبعا حتلقوها موجودة بالكلاس روم، وأيضا أريد تكتبوها وتوثقوها هناك بالإضافة إلى كتابتكم هسه بالجوجل فور. التحديات يعني أكثركم كتب، هي أهمها، أهم التحديات. لما تتضارب المصلحة ما بين شخص لشخص، أصلا أنت عندك مسألة شنو مشكلة، إنه القرار الأخلاقي راح يصير عندك صعوبة فيه، صعوبة باتخاذه، أو من يصير أنت عندك تحيز، تتحيز. أنا تحيزت لمحمد انطيت الخمس درجات، أما البقية ما راعيتهم. إذا هذا نوع من أنواع القرارات الأخلاقية اللي لازم أن يتم اتخاذها بصورة صحيحة بالإضافة إلى الضغوط المؤسسية. بهالشكل عندنا ثلاث حالات دراسية راح تتقسمون أنتم ما بيناتكم. من فضلكم هنا عندنا جروب أي، جروب اي، هنا جروب بي، هنا جروب سي. ممكن بس من فضلك تقعد هنا ويا الجماعه حتى تصيرون جروب سي. عندي ثلاث حالات دراسيه، سنتو قسمتكم الى جروبات. بعد مسحكم من هذا السكانر بعد المناقشه، كل جروب ياخذ له حاله دراسيه واحده، حاله دراسيه واحده. جروب خلينا نسميكم اي، ايش راح تاخذون يا حاله؟ تعامل مع الطلبه اللي يرشحون. تمام. الجروب بي ايش راح تاخذون؟ نزاعات متعلقه بالنزاعات. ممتاز. السي؟ تمام. هسه كل مناقشات انتم راح تتناقشون بيناتكم وترجعون بالكلاس روم، المعطيات اللي توصلتوا لها اللي كتبتوها تكتبوها بورقه تطبعوها، مو مشكله كتابه يد او طباعه، افضل طباعه، تطبعون اياها وتكتبوني عن هالحالة الدراسية اللي تخص موضوع الأكاديمي. انتم هسه في جو أكاديمي اتخذتوا به قرار أخلاقي، يعني أتطلع أنهم تتناقشون بيناتكم لمدة خلينا نقول دقيقتين.
إذا أي سؤال أو استفسار حاضرة. أتمنى توصلتوا إلى بعض يعني بعض الأفكار من خلال مناقشتكم. لكن بس من فضلكم كل جروب ممثل عن الجروب يعطي نقطة واحدة من هذه المناقشات، خلاصة هذه المناقشات. من هو الممثل عن هذا الجروب؟ نعم. التعامل مع الطلبة الذين يغشون هيختلف بين الطالب والأستاذ. الأستاذ هو الواجب الأخلاقي إنه يحد على الغش، لأنه هو واجب أكاديميا إنه يوقف اللي يغشون. بينما إذا كان الموضوع من وجهة نظر الطالب، الطالب ما مفروض عليه إنه يعني ماكو واجب من المؤسسة نفسها إنه يقول له لازم توقف اللي يغشون، بس هاي تبقى هو كشخص مو كشخص لازم أخلاقياته. كلكم اتفقتوا على هذا الموضوع أوكي؟ يعني ما بتحبون يضيفون في الشيء زي لكم ما ذكره؟ ها اتفقتوا. طيب ننتقل إلى الجروب بي. الجروب بي نزاعات متعلقة بالنشر العلمي. النشر العلمي نعم. أخذنا جانب اللي هو النشر البحوث. البحوث. أحسن. في حال شخص أخذ هذا البحث ممكن سواء تلخيص أو أضاف عليه شيء. ففي حال لازم ننبه الباحث ممكن نضيفه أو ننشر عليه فرع ثاني من نفس الجزء. طيب. حال ما صار أي شيء ممكن الزخ عن خلال إيميل أو مراسلة مراسلات إنه أكو تنبيه أولي أو تنبيه مباشر رأساً في قبلها وبعدها صار. يعني نتخذ القرار المناسب. تمام. تعرفون انه انتوا اكو اصلا هو سوفت وير يسوي هاي الشغله. شنو هو السوفت وير يسوي لنا هاي الشغله؟ اي كوبيرايت. وبعد برنامج احسنت وبعد تامت. اوكي هاي ثلاث برامجيات انتوا لانه يعني سوفت وير انجينيرنج وعندكم اي اس ان هنا جماعه وهنا جماعه بي اي تي اذا اميزكم. فهاي السوفت وير هي اصلا اتخذت هذا الاجراء انه شو تسوي تاخذ البحث تخليه وطلع لك النسبه المئويه من اخذ من مصدر وما شاله. اذا شاله ما راح يعني ما راح يترك له فد علامه، لكن اذا ما شاله يترك له علامه حمراء ويؤدي الى انه يحتسب انه يقول لك هذا 32% من بحثك انت عندك هو اصلا ماخوذ من مكان. ف يعني هذا البرامجيات هذه فعلا مفيده فعلا مفيده. النقطه احبون تضيفون على ذهنكم لو انه هاي نتيجه اتفاقكم. سي قضيتكم كانت القضيه الحقوق الملكيه. احسنتم. نعم. يعني مثلا التجاره اكو بالتجاره العلامات مال التجاره مثلا اديداس هاي اكو هواي شركات مثلا تقلدها تخلي هاي العلامه مالتهم هاي بالنهايه مال حقوق. أحسنت. يستخدم يعني ياخذها هو عباره الى الصيف. صحيح صحيح. تنطونا بمثال على هيك حاله صارت؟ مثال اصلا يعني موجود بالسوق اذا يحضركم هذا المثال. ما يحضركم بس نعم. اللي هي براندات الملابس. براندات الملابس مثلا واحده من عندها على سبيل المثال. الالكترونيات. لا ملابس. لا هي فد براندة معينة.
أبي الناس نفسها الناس أكو قلدوها أكو بعضهم يعني شالوا فد علامة من عندها شالوا فد جزء صغير حتى لو شخص مين يشوفها مين تنهي أكو فد تغيير أو حرف مقا حرف متغير من أو حتى الخط ممكن يقولك لا أنا تصميم جديد. فالمعنى هو وقع بالحقيقة بقضية حقوق الملكية الفكرية. لا تنسون على كلاس روم الجروبات إذا أمكن تطبعوا لي آراءكم هذه وتقيدوها لأنه نخلي عليها درجة لهذا النشاط. طيب.